السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. ناخذ جولة في الدائري الثاني باتجاه إلى منطقة الغزة. الآن داخلين على حي الرصيفة وراح نخرج على الدائري الثاني. شوفوا جمال العصرية في مكة، هذه أحد الشوارع الرئيسية والشوارع التجارية في مكة، أو تحديدا في حي الرصيفة. عندنا أكثر من معلم هنا أو مركز تجاري مشهور. هنا أحد المطاعم المتخصص في رؤوس المندي. عندنا مطعمين، واحد على اليمين اللي هو السلطان، مطعم عم يحيى، وعندنا المطعم اللي في اليسار. هذا المطعم اللي في اليسار، النهاري عمر النهاري للرأس المندي. شوف الإطلالة الجميلة الآن على الحرم. شوف هذه أحد الفنادق اللي راح يكون فيها سكن الحجاج، وشوف هذه الإطلالة الجميلة ما شاء الله على منطقة الحرم. طبعا الآن راح ندخل على الدائري الثاني، بداية الدائري الثاني، واللي وصلنا إلى حي المسفلة، حي الطنطباوي، حي أجياد. ولو نشوف في اليمين أحد الملاعب الشهيرة في مكة الشعبية، لكن ما شاء الله فيها كباتن، ويخرجون من هذه الملاعب كباتن محترفين. طيب الآن راح نمر على شارع المنصور، وفي أحد في مجموعة من الفنادق، وأهم الفنادق شوفوا عندنا برج الهاشمية، دائم أو في الغالب نشوف فيه حجاج، وعندنا الفندق رواية اللي على اليمين الآن. هذا الشارع أو المخرج اللي خرجنا على شارع المنصور، ونشوف حي الطنطباوي، حارة يمن، إطلالة جميلة على منطقة الحرم والأبراج. تقريبا هذا فندق فوكو اللي في حي اللي في شارع إبراهيم الخليل. سبق وغطينا هذا الجبل، كان له تغطية جميلة. الآن داخلين من النفق ونخرج على المسفلة، على شارع إبراهيم الخليل، على شارع الهجرة. خلاص بعد النفق الآن نخرج على المسفلة، على شارع إبراهيم الخليل. هذا المخرج إلى شارع إبراهيم الخليل، هذه الفنادق اللي راح تستعد الآن لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجيج. وهذه أحد مواقف المسفلة، الساعة تقريبا بعشر ريال. شوف هذه الفنادق راح نشوفها مليئة بالحجاج. في العادة كنا نخرج من هذا المخرج على أجياد، على مواقف كوداي، على ريع بخش. الآن مواصلين في طريقنا في الدائري الثاني، وراح نتجه إلى حي العتيبية، إلى منطقة الغزة، مقبرة المعلاة. شوفوا هذا جبل أجياد، سبق وزرنا هذا الجبل، وقفنا سيارتنا في الأعلى هناك.
مرينا على شارع بير بليلة بعد النفق الأول. وهنا نخرج من النفق هذا على أجياد السد وعلى ريع على دحلة قريش هذه على اليسار. وبعدها الآن نخرج على جبل سودان شعب عامر، يقول الأساس هو شعب بني عامر. خلاص أخذ بنا لفة كاملة على الحرم المكي الشريف، ونخرج الآن على الجهة الشرقية للمسجد الحرام، منطقة الغزة، حي السليمانية، وأغلب ضيوف الرحمن سكنوا في هذه الأحياء. طبعا هذا المخرج على اليمين اللي يوديك على حي الروضة وعلى حي الششة ومشعر منى. طبعا المسجد الحرام الآن على اليساري، وأمامي الآن جبل سودان، ونخرج على حي السليمانية. طبعا هل يمدينا نلحق معهم صلاة المغرب أو لا؟ نشوف على حسب زحمة الطريق. شوفوا الحجاج هنا، ما أدري هم حجاج ولا باقي معتمرين، لكن صورة جميلة إن شاء الله راح نشاهدها في هذه الحلقة وفي الأيام الجاية. ما شاء الله زحمتهم وهم متجهين على الحرم. طبعا انا اشوفها هذا قدامي الان جبل قعيقعان او جبل المدافع، على يميني حي السليمانية، ونخرج ان شاء الله الان على بعد النفق على حي العتيبية. بعدها نخرج على مقبرة المعلى. طبعا بعد النفق راح يكون مخرج إلى، شوفوا بعد النفق أخذنا المخرج يمين، راح نخرج على حي العتيبية يمين، ويسار يودينا على جرول وحي التيسير. طبعا اللي بيركب على المدينة أو على الرياض الدمام من هذه النقطة، راح ناخذ يمين باتجاه حي العتيبية مقبرة المعلاة الحجون، بداية الزحمة لضيوف الرحمن. هل هم معتمرين أو حجاج؟ حتى الآن ما أدري، حتى الآن ما أدري. ولكن بالكثير أسبوع ونشوف أعداد الحجاج تتوافد إلى مكة. كل هذه الفنادق راح تمتلئ بالحجاج. أغلب الفنادق الآن تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن. نخرج على شارع العتيبية، دائما مزحوم بابتسامة ضيوف الرحمن ما شاء الله.
نخرج على الحجون. خلاص خرجنا الآن على مقبرة المعلاة على منطقة المعابدة. هذه منطقة الغزة ونجي على مواقف السيارات هنا. طيب ندخل هذه المواقف.